حكم الأغاني بدون موسيقى على حسب مادة كلمات الأغنية، كلمات الأغنية ومادتها وفي ومناسبتها، لأن هناك أمور تجوز أحيانا ولا نستطيع أن نقول بتحريمها بل استحبابها أحيانا، مثل مثلا الغناء النسوة في الأفراح بدون موسيقى هذا شيء مشروع ومستحب. قال الرسول لعائشة رضي الله عنها: ماذا ما كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. هذا ما يلفت النظر إليه أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: إن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، أن ابن مسعود أقسم بالله أنه الغناء. هذا فيه تفصيل لابد. أولا الأثر سنده ضعيف لابن مسعود. ثانيا ما معنى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وقولون الغناء؟ لأن فهم الآية له تأثير لك، ستحكم بالكفر إذا ما فهمت فهما صحيحا، ستحكم بالكفر على الناس. على عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يعلمهم الدين ويذكرهم بالقرآن ويذكرهم بالله عز وجل، فبعد يأتي رجل كافر يعمل حفلة كما يقولون في زمننا، يأتي فيها ببنات حسنوات رقاصات متبرجات يرقصن في الوقت الذي فيه الرسول، في الوقت الذي فيه الرسول يدرس الخيرة. الكافر يأتي واحد زي ما في زمننا مثلا، يأتي واحد يعمل حفلة يأتي فيها بالحشاشين والغوازي الراقصات ويعملون حفلة أغاني وموسيقى، لماذا؟ حتى يصرفوا الشباب عن رسول الله إلى الكفر، إلى الكفر. فهذا اشترى لهو الحديث. كيف اشترى لهو الحديث؟ اشترى الجواري اللواتي يغنين ويقدمن لهو الحديث. لهو الحديث لا يباع نفسه، لكن اشترى المغنيات اللواتي يغنين بلهو الحديث. لماذا اشتراهن؟ ليضل عن سبيل الله. فهذا له اعتبار، لأن الله قال: فبشره بعذاب أليم. ليس هذا منسحب على امرأة تغني لابنها عند الزواج أو لابنتها عند الزواج. فوإن قال ابن مسعود إنه والله الغناء، صدق ابن مسعود، لكن الغناء لا بد أن تفهم ما وجهه هنا. أن التقييد العام هناك غناء مباح. كانت امرأتان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد تدففان وتغنيان بغناء بعاث، تدففان وتطبلان وتغنيان بغناء بعاث، وهو يوم كانت فيه مقتلة كبيرة بين الأوس والخزرج، فتقاولتا بما تقاولت به الأنصار، وكان فيما تقاولتا به وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فقال الرسول: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فإطلاق القول بأن الغناء حرام ده إطلاق خاطئ، لأنه يشرع الغناء في الأفراح ويشرع الغناء في مواطن ما لم يشرع ذكر الله. ورسول عليه السلام ويحفر الخندق مع أصحابه كل يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، على صورة الغناء، على صورة النغمات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا. هكذا كما يصنع مثلا العاملون في الخرسانات، العاملون في المواد البناء في الخلاط، يسحب الأسمنت ويغنون أغاني تشجعهم على العمل، هيا هيا اشتغل، كلام من هذا. فهذا لا يستطيع أن يقول بتحريمه، فلا بد من التفصيل في مسألة الغناء وفقك الله. أما الأغاني القبيحة التي تصف الخدود والخمور أو تشجع على الفاحشة فهذا فساد في الأرض، والله لا يحب الفساد،